قرابة 20 سنة ووالدتي السطات السكنية المتواجدة بالهرهورة تنتظر شهادة التسليم المؤقت. خلال الأسابيع الماضية السيد رئيس ولاية السطات السكنية قام بمجموعة من المراسلات لتذكير المتدخلين في هذا الملف بتسريع نيلهم شهادة التسليم المؤقت. سعد علي الفهيد، ما آل هذا الملف؟ هل حصلتم على شهادة التسليم المؤقت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كان نشكر المساء الجي على هذا اللقاء باش نأكد لك ونزيد نوضح لك المسائل. بالنسبة لهاد الشطر الثاني، تقريبا هذا على ما يفوق من 2018 تقدمنا بواحد الطلب ديال التسليم الموقعات من هذاك التاريخ إلى يومنا هذا، وحنا كنعانيو في هاد المدة على باش نتسلمو هاد التسليم الموقعات، بأنه دوزنا مراحل، حيت على وداش كاين واحد اللجنة الثلاثية، كاينة لجنة ثلاثية من ضمنها كاين العمالة، وكاين المجلس البلدي تارورا، وكاين الوكالة الحضرية ديال تمارا. إذا المرحلة الأولى باش بدينا بها المرحلة هي ديال العمالة، بأنه استقبلنا السيد العميل وفتحنا معاه الحوار على هذا الملف هذا، على كيتعلق بهذا الشطر الثاني، ولو عطانا يد المساعدة على أساس بأنه قال كان ما كاين حتى مشكل، أنا على استعداد باش نحل المشاكل هاد الودادية. دزنا للمرحلة الثانية، هي رئيس المجلس البلدي توا تقدمنا بالملف المسائل وناقشنا هذا الموضوع ديال لا ريسيبسيون، بأنه السيد رئيس المجلس عطانا واحد الموافقة مبدئية، بأنه كيقول لك أنا ما عندي حتى شي مانع، على أساس بأنه أنا طول هاد الناس لا ريسيبسيون، وإني بقى فيما يتعلق باللجنة الثالثة خاصها تعطي الرأي ديالها، هي الوكالة الحضرية. على وداش لقيت اللي مشينا للمحافظة، المحافظة كتطلب كتقول لك ضروري توقيع ديال الوكالة الحضرية، أما التوقيع ديال الرئيس بوحدو ما كافيش. هذا هو اللي علاش كنهضرو، بأنه مشيت أنا شديت واحد مشيت ديت الملف ديالي ومشيت للوكالة الحضرية ديال تمارا، مشيت للكتابة ديال الخاصة ديال السيدة المديرة، طلبت واحد طلب لقاء ديال المديرة، عمرت واحد الطلب، كيديروا الطلب رقم الهاتف وشنو الأسباب اللي جيتي عليها، أعطيتهم بأنه ملف مستعجل خصنا تقريبا على ما يفوق شهر ما اتصلوا، قال لك غنتصلوا بك باش نديروا لك لقاء مع المديرة. دازت 20 يوم، جيت للوكالة هضرت مع السيدة اللي في الكتابة، قلت لها ودي راك شتكم ما عيطتوا عليا ما والو، راه 20 يوم وهاد الدوسي راه مستعجل خصنا باش نشوفوا الأمور. قالت لي ودي راه باقا ما وصلتش، اتصلت بواحد السيدة قالت لي راه النوبة باقا ما وصلتش هذه إلى آخره. قلت لها دابا 20 يوم، حيت كاين فرق الإدارة، دابا كاين من كتكون واحد المسؤول جا وتابعينه 300 ديال الناس او 400 الناس عنده مسؤوليه، خصو واحد الوقت اللي يكون مستعجل، اما الانسان اللي كيجي عنده مشكل شخصي غير راسو ما كاين مشكل، وانما خصنا نحترموا هذا التوقيع. قلت لها دوزي لي الله يجزيك بخير، كاينه المديره مشغوله، دوزي لي اللي كينوب عليها اللي هو كيهمو هذا الامر، وهي دوزي السيد اللي كينوب عليها. هضر معايا في التليفون، قلت له ودي الله يجزيك بخير، راه حنا عندي راه 20 يوم هذه باش درنا واحد المواعيد، والسيده المديره راه ما اتصلوا بيا ما والو، وهذا الملف راه ارجون، راه حنا دوزنا مراحل مع البلديه مع العماله، بقيتوا هذا باش نحلوا هذا المشكل. قال لي سير كون هاني، انا غادي نتصلوا بك.
دازت 10 ايام على ما يفوق فوق الشهر الى يومنا هذا ما اتصلوش هاد الناس. انا اضطريت باش نهار الاثنين غادي نصبح عندهم عاوتاني. علاش هذيك الساعه الوقت اللي قال لي هاد الهضره قال لي تنتصلوا بك نط انا تقدمت بواحد الكتاب هذيك الاقوال اللي غنحضر معها بالميرف صيفط ليها كتاب هو بالتاريخ نهار 3 أوت 2020. قلت اودي بانه باش حيت الطالب اللي عمرت ديال هذا ما عطاونيش نسخه منه خداو المعلومات خداو المسائل قال غنتصلوا. درت انا المسائل باش خديت لاكيزي هايا لاكيزي نهار 3 أوت 2020. إذن التاريخ الى يومنا هذا باقي ما استجبوش ما جاوبونيش باقي ما جاوبوش. احنا وصلنا لمرحله ديال 95%. هذه 95% اللي وصلنا بقات واحد الخمسه بقات الراي ديال العماله الراي ديال السيد العماله وقع انا ديال البلديه بقى لنا الراي ديال الوكاله. ولهذا كنتظروا من السيده المديره باش تقبلنا باش نحلوا هذا المشكل. احنا دابا في اطار ديال باش نحلوا حيت هذه مده وحنا كنتظروا الى اخره. دابا في هذه الحاله هذه احنا هاد الناس دابا اللي كيعانيو كاين عندنا 147 منخرط في الشطر الثاني عندهم جميع الوثائق موفره عندهم، عندهم بطاقه التعريف الوطنيه في العنوان، عندهم الضوء، عندهم ما عندهم الهاتف، عندهم باسبور، عندهم ولادهم تزادوا تما النيت وكبروا كاين اللي تجوج وولد تمايا ولادو وصلوا للجواج وباقي ما خداش التيتر ديالو. ولهذا حنا عندنا هذا المشروع في ثلاثه ديال الاسطر. الشطر الاول فيلات خدينا لا ريسيبسيون في 2010 الناس سجلت حفظات خاليه من الحجوزات لان راه ساكنين فيها 68 مستفيد. عندنا فيما يتعلق الشطر الثاني عمارات فيه 147 مستفيد. عندنا الشطر الثالث فيه 54 مستفيد. اذا الشطر الاول خدا المسائل ديالو سجلوا حفظوا خداوا المسائل ديالهم. ابقى لنا الشطر الثاني، حنا الا ما تحلش هذا المشكل الشطر الثاني راه ما غيتحلش مشكل ديال الشطر الثالث. علاش؟ بانه كنتبعوا الشطر الثاني خصو يتحل المشكل ديالو وننتقلوا للشطر ديال الثالث. راني دوزت واحد الفيديو السابق على وضحت فيه الامور باش الناس تفهم بانه هاد الناس ديال الشطر الثالث بقاو عندهم جوج حالات اللي يمكن لينا غادي نسلكوهم. الحاله الاولى هو نتبعوا التعويض. الحالة الثانية كما كنعاود نكرر نزيد، الحالة الثانية التعويض غادي نتابعوا قضية ديال البلدية. إلا وداش البلدية ما حماتش رخصة البناء وما حماتش المقررات اللي تعطاو السابقة، مقرر بالإجماع بالتصويت بإجماع، مقرر ديال تقليص الطريق من 30 20، وكان واحد المقرر ديال التصفيف باش لافوا ديال الفان دوز. واني حنا الوقيته اللي خدينا الرخصه في 2013 وكنعاودوا نكرروا باش نذكروا الاخوان باش يفهم كانت عندنا الرخصه في 2013. اذا 2013 كان بلون ديماجمو على حساب لافوا فان بلان في لافوا فان. 2015 التصميم ديال التهيئه بلون ديماجمو تغير ولات فيه 30 متر. حنا هاد المسؤولين هذا كيقول لك اودي حنا ما يمكنناش نغيروا اي حاجه يمكن نقادو الا مشكل ديال الطريق. اذا دابا حاليا كاينه لافو 30 ما يمكنش غيعطوك واخا عندنا احكام الصالح ديالنا وعندنا ارجاع الحاله والى ما كانت عليه مليئه واني ما يمكنش تدوز 20 متر. علاش دارت العمل الصعوبه التنفيذ على اساس بان الصعوبه دائما بانه ما يمكنش. حنا باقى المحكمه ما بتتش. انا ما يمكن ليش تابعيني انا مسؤوليه مع الناس اللي كاين اصحاب الديون اللي كيسالوا المول خريط ما باغيش يادي اصحاب الديون ما غاديش يخلصوا ما غاديش نتسنى هذاك التروازيام الترونش كيجي واحد جوج الناس او ثلاثه كيفرضوا الوجود ديالهم ولا هذا هذاك الشيء اللي قررت انا باش غندير واحد المحضر ندير المسائل. انا هذا المشكل خصني نحل راه الا ما تحلش هذا المشكل ديال الشطر الثاني ما غيتحلش الشطر الثالث. ولهذا انا كنبلغ الاخوان على اساس بانه حنا تم السيد العامل الله يجازيه بخير كنعاودها راه عطانا يد المساعده ماشي تحل هذا المشكل باش الناس ياخذوا التيترات ديالهم للمسائل. وتا السيد الرئيس تا هو عطى واحد الموافقه مبدئيه اللي قال لك انا ما عندنا مشكل نظرا بانه هاد الناس مع المده ومع هذا غنعطيهم لا ريسيبسيون ديالهم. قال الراي واحد هو ديال الوكاله نتمنهم الله التوفيق على اساس بانه تا هي تعطي الراي ديالها ونحلوا هاد المشاكل والمياه ترجع لمجاريها.